جدا. تمت عملية نقل الملفات من السنة الراحلة إلى السنة الجديدة، وتقدمت إلى الواجهة ثلاثة ملفات ملتهبة، هي النازحون السوريون وقانون الانتخابات وطاولة الحوار. ملف النازحين حضر على طاولة مجلس الوزراء في ظل الفرق الشاسع بين ازدياد الأعداد وعجز الحكومة عن تأمين المتطلبات لهم. وكان لافتا التفاوت في مقاربة هذا الملف حتى بين الحلفاء. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى وقوع إشكال أمني مسلح مساء في نزلة صيدون في صيدا على خلفية خلاف فردي ما أدى إلى مقتل محمد ضرار الذي ينتمي إلى سرايا المقاومة، وإصابة مناصرين للتنظيم الشعبي الناصري أحدهما من آل المصرية أصيب بطلق ناري في ساقه. وقد عمل الجيش اللبناني على تطبيق الإشكال وملاحقة مطلقي النار. إذن ناقش مجلس الوزراء قضية النازحين في جلسة عقدت في بعدة. دعا الرئيس ميشيل سليمان في مستهلها إلى التعاطي مع الملف بما يضع حدا للمخاوف التي يتم التعبير عنها، ويأخذ في الاعتبار إمكانيات استيعاب لبنان. نقل عن وزير الداخلية والبلديات مروان شربي تأكيده ردا على السيد نصر الله أن الدولة تتفاوض مباشرة مع الخاطفين في أعزاز. نفى الوزير شربي أن يكون قد أصدر أي رد على كلام الأمين العام لحزب الله في شأن قضية المخطوفين، لا بل ثمن موقف السيد نصر الله وما قاله في القضية. وقد رحب عدد من أعضاء لجنة المتابعة لأهالي المخطوفين في سوريا في بيان بمواقف السيد نصر الله من جهة التفاوض المباشر مع الجهة الخاطفة والضغط على الدول الداعمة للخاطفين وهي تركيا وقطر والسعودية. وطالب البيان وزير الداخلية بتوضيح عن نتائج اتصالاته المباشرة بالخاطفين وبمعرفة مطالبهم لإطلاق سراح الزوار. ما هي المصالح التركية التي هدد أهالي المخطوفين في سوريا بتعطيلها في لبنان؟ جمع ممثلي قيادتي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر سيستكمل في لقاءات أخرى تحضيرا لتقديم رؤية انتخابية من الحملة السعودية إلى النازحين السوريين إلى صيدا. مطلبيا متعاقدون لبنانية يعتصمون على طريق بعدة وأمام كلية العلوم في الحدث ويمنعون الطلاب من دخول الحرم الجامعي. اعتقل خفر السواحل السعودي 21 إيرانيا كانوا على متن قاربين بالقرب من جزيرة قبالة الساحل الشرقي للمملكة. وأشار بيان لخفر السواحل إن الإيرانيين اعتقلوا بالقرب من جزيرة الحرقوس التي تبعد 78 كيلومترا عن الساحل السعودي وهم يخضعون رهنا للاستجواب. وفي العراق وتزامنا مع إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين قتل 20 على الأقل من زوار. هل تحل السلطة الفلسطينية وتسلم مفاتيح الحكم في الضفة الغربية لإسرائيل؟ في ختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. الكاتب السعودي تركي الحمد في السجن بسبب تغريداته.